عبر الهاتف من ايندهوفن في جنوب هولندا الصحفي يزيد علي. يزيد، دعنا في صورة أسباب هذه الاحتجاجات، وهل ما تزال مستمرة حتى الآن؟ مرحبا أستاذ أحمد. أبدأ في سبب المظاهرات وهي وسبب القمع. بدأت المظاهرات في الساعة 3:30 ظهرا، وكان هناك عدد من المتظاهرين في أينتهوفن سنترال وهي المحطة الرئيسية لأينتهوفن، وفي شارع 80 سبتمبر بلاين في وسط أينتهوفن. كان سبب المظاهرات هي التجديد على الإجراءات لفيروس كوفيد كورونا، وخرج المتظاهرون لتنديد ذلك بسبب الإجراءات الصعبة التي بدأت البارحة، وهي بالأغلاق التام من الساعة 9:00 مساء وحتى 4:30 صبح صباحا. وبدأت الشرطة بقمع المتظاهرين بالغاز المسيل بالدموع وخراطيم المياه مياه الإطفاء. وكان هناك العديد من المناوشات بين المتظاهرين والشرطة، ما أدى إلى دخول المتظاهرين إلى محطة أيندهوفن سنترال، وهناك كان بعض المحلات التجارية فقاموا بكسرها وسرقت ما بداخلها. نعم، إذا كان هناك اعتداء أيضا على المحال التجارية في وسط مدينة أيندهوفن. الآن هناك حظر للتجوال في البلاد فرض منذ يوم أمس، يستمر من 9:00 مساء حتى 4:30 صباحا. نحن نقترب من هذا الموعد، هل مازال هناك متظاهرين يتجولون في وسط المدينة؟ نعم، هناك بعض المتظاهرون يتجولون في المدينة وفي بين المحلات التجارية في مركز المدينة، ولكن هناك باصات للشرطة تفرق المتظاهرين عبر مكبرات الصوت وتندد بهم إلى الرجوع إلى منازلهم. هناك من يذهب إلى منزله، لكن الأغلبية يبقون، والحكومة متخوفة أن يبقى المتظاهرون لبعد الساعة 9:00. نعم، لأن الساعة 9:00 يبدأ الإغلاق التام، والشرطة متخوفة من ذلك. نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي يزيد علي، كنت معنا من أيندهوفن في جنوب هولندا، شكرا جزيلا لك.